تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب البشري دفعة 2021 الذين تخرجوا بنتيجة امتحانات الدورة الاستثنائية، وهي دفعة الشهيد علي غصاب المحامي. نبارك للخريجين، نهنئ أهالي الخريجين، ونشكر حضور الضيوف جميعا من المنظمات والطلاب والجهات. وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقيا مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد. لا يخفى على أحد ما عانينا من ويلات ومن مخاوف ومن قلق ومن أرق ومن سهر ومن ما إلى هنالك، يعني من أوجاع. اليوم نحن نقدر ما عانيناه لنعين من مدوا لنا يد العون وكانوا حاضرتنا اليوم، أهلنا في كل هذا الشمال المحرر ممن أنهكتهم ويلات هذه الحرب، لنكون عونا لهم بإذن الله تعالى.